لفاصل قصير ونتابع فيه الصور الفرز، وإن شاء الله هكمل معاكم بعد دقائق قليلة، لكن الصور موجودة معانا. ده واضح إنه جالنا نتيجة من الزمالك، أو مش نتيجة، أنا آسف، مؤشرات من الزمالك. معانا الأستاذة مروة عبد العزيز. أهلا يا مروة، اتفضلي. أهلاً يا أستاذ عمرو، إحنا دلوقتي في محافظة القاهرة في لجنة كلية الفنون الجميلة، اللجنة العامة 29 ورقم 524، ومعانا على الهواء سعادة المستشار كريم عادل القاضي علشان يقول لنا على النتائج الأولية. أهلاً بيك يا سعادة المستشار. أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً. حضرتك قول لنا. هو أنا هقول لحضرتك، هو كان عدد الناخبين المسجلين في اللي هي في اللجنة الخامسة 3930 ناخب. حضر بالنسبة للناس اللي حضرت في الانتخاب 1409. هقول لحضرتك بالنسبة بقى للنتائج اللي هي الخاصة بتاعت كل مرشح. بالنسبة للمرشح الأول اللي هو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، حصل على 1334 صوت. بالنسبة للمرشح الثاني اللي هو موسى محمد، حصل على 21 صوت، وكان في أصوات باطلة اللي هي 54 صوت. قبل ما نختم مع حضرتك، كان في اي ملاحظات على الثلاث ايام الانتخابات؟ لا، في الحقيقه احنا كنا سعداء ان في ناس كتيره قوي كانت مشاركه، وكان في الحقيقه الناس اللي هي الكبيره كانت اسبق من الشباب في الحضور كذلك امام لجان الانتخاب وهي ناس كانت في الحقيقه وكانوا مليانين كل حماس، ويعني تحس ان هم فيهم قوه الشباب ودي كانت حاجه مفرحانه جدا. وكان في طبعا شباب كان حاضر، وكان في ناس حتى كانت بتيجي على كراسي متحركه، وفي ناس معديه ال 85 سنه وكانت بتيجي، فكانت في الحقيقه كانت حاجه سعيده جدا سعدنا بيهم في الحقيقه هل في اي مشاكل واجهتكم هنا؟ لا ابدا، خالص خالص، الناس كانت مبسوطه جدا من العمليه التنظيميه للانتخاب، وكان في سلاسه خالص في العمليه الانتخابيه، ويعني الناس كانت بتشيد بان في تنظيم وفي سهوله ويسر، ويعني اشادوا بالعمليه الانتخابيه، والحمد لله ان هي كل حاجه تمام الحمد لله. شكرا سعاده المستشار. كان معانا سعادة المستشار كريم عادل القاضي من اللجنة العامة 29 بكلية الفنون الجميلة الزمالك. إليك أستاذ عمرو في الاستوديو. شكرا جزيلا يا مروة، وإحنا بنتابع معاكم لسه عمليات الفرز، هنفضل متواصلين. هسيبكم مع صور الفرز في أسيوط واسكندرية، وهنلتقي بعد دقائق بإذن الله. النتائج النهائية ستعلن يوم الاثنين القادم، ولكننا نتابع بعض الفنادق في بعض المناطق، ودي بالنسبة لنا مؤشرات أولية بتشير مين اللي هيتقدم هذا السباق. وحتى هذه اللحظة هناك اكتساح للمرشح الأول عبد الفتاح سعيد خليل السيسي.